مساء الخير، انا علياء حافظ. تخيل عندك طفل وقدامه الشوكليت دي، وانت قلت له نو فور ذا شوكليت. الطفل ده كل ما هيجي يعدي من جنب الشوكليت هتلاقيه بيبص لها ويبص لها. لو لقيت باصصته هيقوم جاي هيعدي من جنبها وكانه اصلا ما شافهاش. بس لو لقيت مش باصصته هياخد الشوكليت دي وياكلها على طول. السلوك اللي بيعمله الطفل ده هو نفس السلوك اللي بيعمله الالكترون لما يكون في حد باصص عليه ولما ما يكونش فيه. طب في الاول هو ايه الالكترون ده؟ الالكترون ده هو حاجه ضئيله جدا كتلتها تكاد تكون منعدمه ومش بنشوفها بعيننا المجرده، وبتكون محوطنا من كل حته. طيب احنا عايزين نعرف السلوك بتاع الالكترون ده ازاي عن طريق تجربه بسيطه قوي. المسدس اللي في ايدي ده بيطلع الكترونات. الالكترونات دي هبتدي ان انا اضربها على الفتحتين دول علشان اشوفها تطلع لي على السكرين السوداء. طيب انا دلوقتي ضربت الالكترونز دي، والمفروض اللي انا هشوفه والمتوقع تو لاينز او خطين من ورا بعد ورا الفتحتين دول. بس اللي كنت بشوفه هو الشكل ده. طيب الشكل ده هو ايه؟ هو هنا الالكترون قرر ان هو يأكت ازويه الويف اللي هي موجه. طيب هي ايه اصلا الموجه؟ الموجه دي هي حاجه بتتكون لما بيحصل فيه تداخل ما بين حاجتين. طب وايه العجيب في الموضوع ده وان الالكترون بيأكت ازويه؟ العجيب ان انا بضرب الكترون باي الكترون، يعني الكترون واحد. طيب ازاي بقى بيحصل تداخل ما بينه وما بين نفسه؟ طيب هو الفكره ان الالكترون ده ممكن ان هو يحصل له سبلت وبعدين يعدي، يعني انقسام، وبعدين يعدي من الفتحتين ويحصل له تداخل. طيب احنا العلماء حبت ان هي تتاكد من الموضوع ده، فعملت ايه؟ جابت اوبزرفر وبدات ان هي تحطه وعايزه تشوف هنا ايه اللي هيحصل قبل الفتحتين دول، الالكترون بيحصل له ايه؟ وبداوا ان هم يعملوا التجربه تاني. فبدا فاللي بيطلع كان ايه؟ اللي بيطلع كان اغرب بكتير، اللي بيطلع كان بيطلع تو لاينز زي دول كده. فهنا الالكترون قرر ان هو يتعامل از بارتيكل كجسيم مش كموجه. طيب هو ليه الموضوع ده حصل؟ او ايه الغريب في الموضوع ده؟ هو الالكترون هنا كان حاجه وحاسه ايه اللي بيحصل، وكان عارف ان في حاجه بتشاهده وبتبص عليه، فقرر ان هو يغير السلوك بتاعه. فحبوا يتاكدوا من الموضوع ده، كل ما يحطوا الابزرفر يبتدي ان هو ياكت از بارتيكل، ولما بيشيلوا الابزرفر بياكت از ويف. طيب الموضوع ده استفدنا منه في ايه؟ الموضوع ده استفدنا منه ان احنا عملنا منه الكترو مايكروسكوب اللي قوه الزوم ان بتاعته 2 مليون مره، وبدانا ان احنا نشوف الخليه وكل الجسيمات اللي جواها بطريقه احسن بكتير قوي. اخر حاجه احب انهي بيها البرزنتيشن بتاعتي هي مقوله قالها العالم بور: If quantum mechanics has improved foundly, shocked you, you haven't understood it yet. يعني لو ميكانيكا الكم ما فاجئتكش انت لسه ما فهمتهاش.